السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فما زلنا أيها الأحبة الأكارم الأفاضل في هذه المجالس الطيبات، وهي مجالس العلم، وخاصة في مجالس العقيدة الطحاوية. معي ومعكم فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة أم القرى، والمدرس بكلية الحرم المكي الشريف، وعميد الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بجامعة مينيسوتا. أهلا وسهلا بفضيلتكم. أهلا بكم وبارك الله فيكم وفي جهودكم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أستاذ الفاضل، كنا قد توقفنا فيما سطرته أنت بيدك في العقيدة الطحاوية، وقفة عند توحيد الألوهية أو الإلهية، وهو توحيد العبادة. وتفضلت فضيلتكم في الحلقة السابقة أن ترجئ هذا إلى هذه الحلقة، فضلا أن نشرح لكل مشاهدينا، مشاهدي قناة ندى الفضائية، يعني إيه توحيد ألوهية بشيء يسير بسيط مع ضرب أمثلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيمكن أننا نقسم التوحيد إلى قسمين. لو تذكر تكلمنا قبل ذلك على مسألة التقسيم الثلاثي، أنا الآن نقسمها إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، أو التوحيد الإرادي الطلبي اللي هو القصد والطلب، وتوحيد العلمي الخبري اللي هو المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات أو العلمي الخبري يعني اعلم وتعلم بأن الله هو ربك، بأن الله له أسماء كذا وصفات كذا، فيدخل فيه توحيد الربوبية، ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات. التوحيد الإرادي الطلبي أو توحيد القصد والطلب، أي يطلب منك أنك تعبد الله ولا تعبد غيره، اللي هو توحيد العبادة. نعم. إذن التقسيم يعني كان تقسيم ثلاثيا قبل ذلك، الآن قال تقسيم ثنائي، وكل واحد يعني المضمون كل واحد. نعم. لكن هي تقسيم للتفهيم. الشيخ حافظ حكمي على معتقد ذهب إلى أنه نوعان فقط، توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية. ده كلام شيخ الإسلام أيضا في التدمرية. نعم. فإذا هو التقسيم تقسيم للتفهيم. نعم. فنحن الآن على التقسيم الذي هو بمعنى التفهيم، القصد والطلب أو الإرادي الطلبي، أو حتى توحيد العبادة، أو توحيد الألوهية، أو توحيد الإلهية، كله بمعنى واحد، وهو توحيد الله بفعلك أنت. ماذا يطلب منك أن تفعل؟ تفعل كذا وتفعل كذا، هذا هو المقصود بتوحيد العبادة. نعم. طيب، قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ما دلالة هذه الآية في أو مع توحيد الألوهية؟ نعم، هو لابد أن نعلم أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. نعم. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. نريد أن نوضح الفرق بين الأمرين. تفضل أستاذي. يتضمن يعني تحته. نعم. يستلزم أي لابد أن تأتي بكذا. نعم. فإذا كان الإنسان قد أقر بأن خالق الكون هو رب واحد، هو الله الذي خلق ورزق، فمدام أقر بهذا إذن يلزم أنه يعبده ولا يعبد غيره. مدام قلت هو الخالق العظيم، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، يعني آمنت بالله ربا، إذن يلزم من ذلك أنك تؤمن بالله تبارك وتعالى إلها فتعبد ولا تعبد غيره. إذن لما يصل الإنسان إلى درجة أنه يعبد الله ولا يعبد غيره، إذن لابد يكون مر قبل ذلك بإثبات وجود الله
عنده أو إقرار بربوبية الله تبارك وتعالى. إذن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية ولا عكس. يعني توحيد الربوبية يستلزم ولا يتضمن توحيد الإلهية إنما يستلزمه فقط. فالآية أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني الإنسان الذي يريد أن يعبد يعبد أفضل شيء، فأفضل شيء هو الخالق، فهو يعبد الخالق ولا يعبد غيره. أما يذهب ويشرك مع الله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه الأصنام وهذه الأوثان أو البقر لعباد البقر أو الهوى لعباد الهوى، هؤلاء يعني أشياء مخلوقة لا تملك نفسها شيئا لا ضرا ولا نفعا، فكيف يعبدها من دون الله؟ نعم. قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما دلالة هذه الآية؟ هو الحقيقة هذه الآية لها وجهان في التفسير. بعضهم يقول إن كان يعني هؤلاء الذين يدعون من دون الله، هؤلاء يبتغون إلى ذي العرش سبيلا، يعني أنتم تدعونهم، وهذا لعله الوجه الراجح، يعني أنتم تدعونهم وهم محتاجون إلى أنهم يعني يكونون عبادا لله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأنتم تدعون الملائكة والملائكة من خشية ربهم مشفقون، أنتم تدعون الأنبياء والرسل والأنبياء والرسل يعني يحتاجون إلى رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا الجنة برحمة الله، إذا نحتاج جميعا إلى رحمة الله تبارك وتعالى. جميل. طيب، قوله تعالى في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. طبعا ختام خمس آيات في سورة النمل من أول قوله تعالى: أمن خلق أمن يجيب، أإله مع الله. ما دلالة هذه الآيات والتي ضربها الله عز وجل مثالا في الآيات الكونية، خلاص، كي يتفكر هؤلاء الكفرة أو الناس جميعا، وكي أيضا يهتدي بها حتى وإن كان على هداية التوفيق الإيمان والإسلام وما شابه ذلك. دلالة هذه الآية فضيلة. الكلام في هذا الأمر في نفس الوادي. يعني أن القرآن يبين للناس ربوبيته سبحانه وتعالى، ثم يطالبهم باللازم وهو العبادة اللي هو الإلهية. فالله سبحانه وتعالى ذكر أمن خلق السماوات والأرض، يعني هو اللي خلق السماوات والأرض وجعل الجبال وجعل الأنهار وحدائق ذات بهجة، واللي هي الآيات المذكورة في سورة النمل. ثم يقول: فإذا كان الذي خلق هذا خالق عظيم فهو مستحق أن تعبدوا ولا تعبدوا غيره، أإله مع الله؟ وهذا هو السؤال الاستنكاري، يعني ليس مع الله إله فعل هذا، وبالتالي فليس مع الله من يستحق العبادة. فيجب عليكم أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره سبحانه وتعالى. تحت عنوان الإقرار بالربوبية أجمعت عليه الأمم ولا يكفي بمجرده في النجاة، حضرتك استشهدت بآيتين أو بموضعين من القرآن. قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ما دلالة هذه الآيات؟ وما المقصود بأن توحيد أو الإقرار بالربوبية لا يكفي مجرد توحيد الإنسان؟ احنا اتفقنا قبل ذلك ان التوحيد لابد منه كله، من هذا التوحيد كله، يعني لابد من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، او التقسيم اللي اخذناه اليوم، توحيد العلم الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي، لابد من التوحيد، من معرفة التوحيد كله، لابد من العمل بالتوحيد. وهذا لا ينجي الإنسان مجرد ان يعلم ان الله هو الرب. فلو نظرنا لهذه الآيات: ولئن سألتهم
من خلقهم أم من خلق السماوات والأرض، كلهم يقولون إن الذي خلقها هو الله. إذن جميع الأمم تثبت أن الله هو الخالق. هل هذا كان كافيا في نجاتهم؟ لا. إذن لا يكفي في النجاة إثبات وجود خالق للسماوات والأرض. بعض الناس للأسف حتى الآن لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله، يعني يجعل أن النفي والإثبات هنا في الخلق في الربوبية، وهذا غير صحيح. بل الذي ينجي الإنسان هو عبادة الله وليس عبادة غيره. وإلا فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أخلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، وسل عاد وثمود بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين إبليس أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، واسأل شرار الخلق أغلى أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل فيهم منكر للخالق العظيم مكون الأكوان، فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. جهم كان يقول أن الإيمان هو المعرفة، واللي يعرف أن هو أن هناك خالق هذا يكفي في الإيمان. إذا كل هؤلاء أبو جهل وإبليس وفرعون كل ذلك مؤمنين كلهم يثبتون وجود الرب تبارك وتعالى. إذا لا يكفي توحيد الربوبية، بل لا بد من عبادة الله. نعم. أكرمكم الله أستاذي الفاضل. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. العرب أو مشركو العرب كانت تؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن هذا لا ينجيها أبدا في الدنيا ولا في الآخرة من أنهم يصرفون عبادة الله وحده. نعم، لكن ما نقول كانوا يؤمنوا بكل الربوبية، لأنهم كانوا يتطيرون، التطير ده نوع من أنواع الشرك، من أنواع الشرك في الربوبية. في الربوبية. وأيضا نعم. ما نقول أنهم كانوا يعلمون أسماء الصفات، لأنهم قالوا ما الرحمن أنا أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. نعم. لكن كان عندهم أصل توحيد الربوبية وأصل توحيد الأسماء والصفات أو بعض توحيد الأسماء والصفات. بعض. جميل جدا، استفادة طيبة، لأن في بعض فعلا مواضع في القرآن الكريم يستشهدون بقوله، مثلا إيه قوله تعالى لا يقولون خلقهن العزيز العليم وما شابه ذلك، فهم يثبتون يثبتون نعم بعض أسمائه وصفاته. نعم نعم. طيب، تحت عنوان الغلو في تعظيم الأموات من الصالحين ذريعة للشرك، استشهدت فضيلتكم بقوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ما دلالة هذه الآية مع هذا العنوان؟ حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر هذه الأسماء أنها كانت أسماء أناس صالحين، الشيخ ود الشيخ سواع والشيخ يغوث والشيخ يعوق وفضيلة الشيخ نصر. نعم. صاروا كام الآن؟ نعم. خمسة. خمسة. كانوا من الناس الصالحين. وعموما عوام الناس بترتبط عاطفيا بالناس الصالحين، لأن ملهيات الدنيا كثيرة، والناس يعني تلهو مع الدنيا، تأخذهم الدنيا يمنة ويسرة، فلما يجدوا يعني رجل من الصالحين يعبد الله ولا يعبد غيره وهو مجد في عبادة الله، فيظنون أنه يعني أن هذا الرجل أفضل منهم، فيعني هذا يدعوهم إلى أن يفعلوا مثل فعله. فكان فعلا هؤلاء من كبار الصالحين في قوم نوح. 10 قرون كانت بين آدم ونوح كلها على التوحيد، ليس فيهم الشرك. نعم. أبو مرة، أبو مرة اللي هو مين؟ إبليس. إبليس كنيته أبو مرة. نعم. فإبليس ما ترك بني آدم في حالهم، أراد أن يوقعهم في أعظم الشرك، فدخل إليهم من تعظيم الصالحين، عظموا هؤلاء، فكان يذهب الرجل إلى هؤلاء ويسلم عليه ويستأنس به. مات هؤلاء الخمسة. نعم. فقال لهم إبليس أو وسوس إليهم إبليس
أن اعكفوا على قبورهم. فكان يذهب الرجل الموحد يذهب إلى قبر الشيخ ود فيقول هذا الشيخ ود الله يغفر له ويرحمه، ويبقى خاشعا لأن الموت له مهابة، إن للموت فزعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يذهب عند فضيلة الشيخ ود أو يعوق أو كذا، فيعني يكون خاشعا لأجل جلالة الموت، ومعه ابن الصغير. فابن الصغير ما يدري من هذا ود ومن سواع ومن يغوث ومن يعوق ومن نسر، ما يعرفهم. ربما بعضهم كان يحكي لأولاده قصة هؤلاء، لكن الصورة التي أراد الشيطان أن تبقى في أذهان هؤلاء أنهم كانوا يأتون إلى قبور هؤلاء الصالحين فيخشعون عندهم. فوسوس إليهم لما ذهب الجيل الأول الموحد، وسوس إليهم أنهم كانوا يعبدونهم من دون الله، يعني كانوا يخشعون لهم، ما يخشعون عندهم لله، لا، كانوا يخشعون لهم، كانوا يخافون منهم، كانوا يدعونهم، حتى أن انتشر هذا الأمر وصار أصل شرك الناس هو تعظيم الصالحين. لما تأتي الواحد الآن ويقول لك احلف، تقول مثلا يحلف بالله والله كذا وكذا، يقول لا احلف بسيدي فلان، فيخاف. لماذا يخاف؟ لأن عنده تعظيم سيده هذا أعظم من تعظيمه لله تبارك وتعالى. فإذا هذا نوع من الشرك كان بدأ مع قوم نوح بعد 10 قرون من التوحيد. أوحى إليهم أن الشيطان وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فأوحى إليهم الشيطان أنهم كانوا يعبدونهم من دون الله فعابدوهم. فأرسل الله إليهم نوحا، فلبث فيهم في الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عام. يعني 1000 سنة إلا 50 في الدعوة، غير ما كان بعد الطوفان، بعد أن نزل اهبط بركات منا وعلى أمم ممن معك، وغير اللي كان قبل الدعوة، أن إمام النبي اللي بعث في سن 40، وقيل أنه جلس فيهم 400 سنة قبل أن يدعوهم، ثم دعاهم بعد ذلك 950 سنة، لكن الظاهر أنه 40 ثم 950 ثم ما كان بعد الطوفان. سبحان الله. سبحان الله. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهنا وقفة أستاذ الفاضل، كثير ممن يحتجون بأن مسألة القبور، قبور الصالحين في المساجد لا فيها حرج، بل بعضهم يقول أن الصلاة في المساجد التي بها قبور مستحب، وهذا في حد ذاته يجرنا إلى نقطة أخرى. فيبقى عندنا نقطتان. النقطة الأولى، أسأل فضيلتك بلسان حال المشاهد، هل الصلاة في المساجد التي بها قبور أو فيها قبور مستحبة؟ النقطة الثانية، يستشكل عليهم أمر هام، وهو قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف. أرجو توضيح وتجلية هذا الأمر. بالنسبة لبناء القبور على المساجد، هذا الحديث اللي هو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم في رواية وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. هذا كان قبل وفاته بليال صلى الله عليه وسلم. يعني هذا آخر التشريع. آخر التشريع لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مسجد. اتخاذ القبر مسجد له 3 صور. تفضل أستاذي. إما أنه يصلي إلى القبر، يتخذه مسجدا يعني يصلي إليه، أو يصلي على القبر، إن المسجد اسم مكان، يعني يصلي فوق القبر، أو أنه يبني على القبر. ولذلك لما جاءت أم حبيبة وأم سلمة وتذاكرتا كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، فذكرت ذلك عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق
عند الله يوم القيامة. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن أي شيء؟ عن بناء فوق القبر. يعني بعض الناس الآن يقول أن المقصود بهذا الحديث أنهم كانوا يسجدون فقط على قبور. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على البناء وقال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. طبعا أولئك لأن المخاطب عائشة. نعم، مؤنث، فضمير المخاطب المؤنث مبني على الكسر. نعم. إذن ما يصلح عندنا أننا نصلي إلى القبر ولا نصلي على القبر ولا نقيم بناء على القبر ويصلى عليه؟ الثلاثة منهي عنها في الشريعة. قد يكون هناك بعض الشبهات عند بعض الناس، منها مثلا لنتخذن عليهم مسجدا، سورة الكهف. في سورة الكهف، فسورة الكهف ما قال؟ قال الصالحون لنتخذن، قال الذين غلبوا على أمرهم. فليست هذا يعني بشرع لنا، وهذا نعم، شرع من قبلنا، وأيضا ليس بشرع الصالحين ممن نعم قبلنا. نعم. يعني لو قيل أن كل ما كان قبلنا، طب يعني تماثيل وجفان كالجواب، إذا يجوز مثلا في شرعنا عمل التماثيل؟ لا، هذا كان في شرع، ولا هذا في شرع آخر. وأنا أريد أنبه أن مسألة بناء المساجد على القبور أو الصلاة في المساجد فيها القبور ليست من مسألة الكفر والإيمان، إنما هي قد تكون ذريعة للكفر. إزاي ذريعة للشرك؟ أن الإنسان يعني يدخل للمسجد اللي فيه قبر ويبدأ يقول يا فلان أغثني، يا فلان اشفي مريضي، فتكون هذه ذريعة إلى الشرك. وإلا هي مسألة حلال وحرام، في الأصل أنها مسألة حلال وحرام. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن هؤلاء أرادوا ماذا؟ أرادوا أن يسجدوا على القبر ولا أن يبنوا على القبر؟ هو أصلا كان هؤلاء في الغار في الكهف. نعم. فإذا ما بنوا على الكهف، إنما بنوا مثلا أعلى الجبل أو لو كان في بناء، لكن قال اتخذن عليهم مسجدا يعني كانوا يسجدون عليه، فكانوا يعني أتوا إلى قبورهم وسووها وسجدوا عليها. نعم. والمنازع لنا الآن يقول ما نسجد على القبر، يقول القبر لا يسجد عليه، فليس له أن يحتج بهذه الآية وهو لا يعمل بها أصلا. يعني الآية لاتخذن عليهم مسجدا ليس المسجد في داخل الكهف، الكهف ما يتحمل أن يبنى عليه المسجد، ولو قالوا لا ده في أعلى الجبل يعني خرجنا عن ظاهر الآية بتأويل، والتأويل الأصل عدمه ما لم يكن هناك حاجة إليه. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وإلى الآن هو مدفون في بيته، لأنه قال ما بين قبري ومنبري وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقبره في بيته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته. وبقي هذا الأمر أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، والبيت ليس في المسجد. ثم في عهد بني أمية أدخل البيت في المسجد، ما أدخل القبر، أدخل البيت كله في المسجد، لكنهم صوروا عليه بسور وحتى يتوسع المسجد، يعني من الجهة الجنوبية كان هناك مجال للتوسعة، من بقية الجهات كان وقتها في بيوت للصحابة وشيء من هذا. حتى في أيام عمر لما أراد أظن العباس من العباس أن يوسع المسجد، فأبى العباس أن يبيع أو أن يناقل وكذا، ثم بعد ذلك لما ترك عمر وهب العباس بيته للمسجد. فكان التوسعة من الجهة الجنوبية كانت أيسر على الموسعين في عهد بني أمية، فأدخلوا البيت في المسجد. نعم. بمعنى أنك لو أن أحدا ممكن من أن يدخل إلى داخل البيت أقول له لا تصلي هناك، بل أقول لك شيء آخر. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وليس في بيت عائشة. نعم. في بعض الناس ما يفقه الفرق ما بين البيت والحجرة. نعم. الحجرة محتجرة يعني لها سور وهي إلى السماء، ولذلك تقول كانت الشمس تدخل في حجرتي فهذه إلى السماء، والبيت كان مع الحجر. يعني لو فرضنا مثلا أن البيت هو هنا. نعم. والحجرة هنا، فيكون هناك باب. نعم. ف
فعائشة كانت في بيتها ولا تزال في بيتها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي هناك والقبر بالقرب منها، لكنها ما تدخل حجرة وتصلي هناك، بل أشد من ذلك كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حجرة يعني للسماء، ممكن تكون تضع فيها بعض الشيء لأجل الشمس، يعني ترى بعض الثياب أو شيء من هذا القبيل. فكانت تقول كانت تدخل، ولما دفن أبو بكر كانت تدخل، فلما دفن عمر صرت أخذ علي الخمار حياء من وجود عمر. معنى هذا أنها كانت تجعل أحكاما لهذا المكان غير الأحكام التي البيت نفسها. فإذا كانت عائشة في عهدها في زمانها وهي على الحياة، على قيد الحياة، كانت تصلي في حجرتها لكن لا تصلي في هذه الحجرة التي فيها القبور. فكذلك لو إنسان فتح له، طبعا هو ما يفتح الآن، لكن لو فتح له ودخل في داخل هذه الحجرة التي فيها القبور الشريفة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي، فله لا يشرع له أن يصلي هناك، ما يصلي هناك. لكن إذا خرج هو ما زال هذا كله هو البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان دخل في التوسعة. بعض العلماء يقول يعني الأولى أن يخرج، وبعضهم يقول في مسألة فقهية أن الصفوف الأولى منذ عهد بني أمية إلى الآن يعني يستدرون البيت، فمن أين أننا هذا المسجد أننا يعني نقلبه بعد ذلك نخرج منه الحجرة فتكون هذا الجزء من الصفوف ليس من المسجد اللي هو الأمام، اللي هو أمام المسجد. وبالتالي هي مسألة فقهية وليست مسألة عقدية طبعا. أما كون النبي دفن في قبره فلا، في اتخذ على قبره مسجدا، فلا والله أبدا، ولا دفن في مسجده، النبي دفن في بيته، ولكن بعد ذلك توسع بنو أمية، حتى يروى أن سعيد بن المسيب ممن أنكر ذلك، لكن توسع بنو أمية وأدخلوا البيت كله في المسجد، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا في بيته، ولا يشرع أن الإنسان يدخل إلى البيت أو إلى الحجرة التي فيها القبور ويصلي هناك، لكن البيت كله دخل في المسجد. هذه مسألة وهذه مسألة. لكن هي الشبهة اللي برضو كبيرة وبتلقى، أنا دلوقتي بروح عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي دلوقتي قبره داخل المسجد، أليس هذا في الصح؟ نعم ليس هذا. يعني أليس هذا صحيح؟ نعم ليس صحيح. ليس صحيحا. نعم. طيب. النبي قبره في بيته. طيب. اللي بيصلي البيت في المسجد. تمام. اللي بيصلي بقى في المسجد النبوي هو دوت الإشكال اللي عند كثير من الناس. أيوة، ما هو الذي يصلي في المسجد النبوي ما يصلي في البيت. يصلي في المسجد. تمام. وما زال المسجد مسجدا قبل أن يدخل البيت في المسجد، وبعد أن دخل البيت في المسجد ما زال المسجد مسجدا، فالذي يصلي في المسجد، ما يصلي في البيت. تمام. يعني أنا أقول لك على شيء. تفضل. لو فرضنا على سبيل الفرض أن رجلا بنى مسجدا وكان بجواره قبر له أو لأهلي أو كذا، ثم بعد ذلك هذا القبر يعني ما استطعنا أن ننبشه وننقل ما فيه، طبعا لا ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فقلنا ما استطعنا يعني لهذا الرجل، فمن باب أولى ما نستطيع لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. باب أولى يعني ناحية الكونية وناحية الشرعية. صحيح. فلو استطعنا واتسع المسجد حتى دخل هذا البيت كله في داخل المسجد، ما نقول أن الصلاة في المسجد هنا محرمة. لكن أنا أقول إن بالمناسبة أكثر المساجد الموجودة عندنا بتكون يعني القبر في مقصورة بعيدة عن المسجد. عن المسجد. وأنا ما أقول الصلاة باطلة في هذا، لكن أقول ما دام النبي نهى عن أن يتخذ القبر مسجدا، وهذه أصلا وكثير من القبور الموجودة إنما يعني أصحابها نصوا أنهم يدفنوا في المسجد فيأخذوا منه مقصورة ويجعلون فيها القبر، لكن نصوا على ذلك. والأمر الذي ذكرته وهو أن كثيرا من الناس يرون أن الدفن في المسجد أفضل أو أن الصلاة في المسجد في قبر أفضل، فلأجل هذا أنا أقول ما أصلي في مسجد في قبر مطلقا حتى يعلم الناس أن هذا الاعتقاد اعتقاد ليس صحيح. بارك الله فيكم أستاذ الفاضل.
تحت عنوان جديد: التوحيد أول دعوة الرسل وأول واجب على المكلف وآخرة. قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طبعا دعوة التوحيد هي دعوة الأنبياء بلا شك. أرجو أن توضح لنا دلالة الآية مع هذا العنوان. نعم، هي في بعدها أيضا آيات كلها يعني كثيرة من هذا المعنى. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. بعض الناس كان يقول أن أول واجب على المكلف هو القصد أو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. هذه ثلاث أقوال لأهل الكلام. يعني إيه؟ يعني أن يقول له أول واجب، إحنا قلنا أول واجب أن يصلي، لا هو ما يصلي إلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى أول واجب أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لا، هو ما يقول لا إله إلا الله إلا إذا قصد أن يقول، فهو ما يقصد أن يقول إلا أن ينظر يعني يفكر، وما يفكر إلا إذا شك، فجعلوا أن أول واجب هو الشك، وهذا من أعجب ما يكون من أقوال الرديئة، من أعجب ما يكون، حتى قال ابن حزم: وليس في أقوال الناس من الأقوال قول مثل أكثر من هذا، أن الإنسان حتى يكون مؤمنا بالله يجب أن يشك في الله حتى يؤمن. هذا كله من أجل الضلال، لأنهم ما قالوا بما نقول به من أن الربوبية فطرة والإلهية فطرة. لأنه إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى فطر الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم على الربوبية، وأن محبة الرب وأن عبادة الرب أنفع لهم، ولذلك في الحديث فاشتالتهم الشياطين، يعني أبعدتهم الشياطين. فنحن نقول لا، بل أول واجب على المكلف هو لا إله إلا الله، لأن ما سوى ذلك أو ما قبل ذلك هو فطرة أصلا، يعني كونه ينظر أو يقصد للنظر هو أصلا مفطور على هذا التوحيد. ولذلك أول واجب هو قول لا إله إلا الله، اللي هو عبادة الله، اللي هو أمر الله الأنبياء به. الله سبحانه وتعالى ما يقول: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن لا إله إلا أنا فاعبدون هي أول التوحيد. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هي معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني معناها هذا نفس الكلام. إذن هذه الآيات كلها تدل على أن كل الأنبياء دينهم واحد، وهو دين الإسلام. يعني يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: توفني مسلما، يوسف يوسف عليه السلام: توفني مسلما والحقني بالصالحين. وإبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. هو دين جميع الأنبياء. بلقيس قالت ربي ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سيدنا موسى عليه السلام: وأنا أول المسلمين. لا، سيدنا موسى عليه السلام سورة يونس قوله تعالى: قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والحواريون: نعم، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم. إذن الإسلام هو دين جميع الأنبياء بمعنى بهذا المعنى، بمعنى لا إله إلا الله، أو معنى العبادة: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بارك الله فيكم أستاذ الفاضل. تحت عنوان جديد، وإن كان هناك أدلة أخرى كثيرة، ولكن حضرتك بارك الله فيك قد اقتصرت على هذه الآيات. تحت عنوان جديد: لا إله إلا الله أجل شهادة من أجل شاهد لأجل مشهود به. ما رأيك أن نأخذه في الحلقة القادمة؟ بارك الله فيك كما ترى. طيب إن شاء الله تعالى. باسمكم جميعا في نهاية الحلقة أشكر الأستاذ الدكتور خالد فوزي، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة أم القرى، والمدرس بكلية الحرم المكي الشريف سابقا، وعميد الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بجامعة مينيسوتا. شكرا فضيلتكم على تشريفنا في هذا الحلقة المباركة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وجزاكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.